يا جماعة احنا قلنا بثورة هتضرب في العالم كله، عملنا الثورة ولسه بنكملها. ما ينفعش ان احنا نيجي في الاخر نعمل منصة تشتغل 12 ساعة اغاني بس. في ناس هنا في الميدان التحرير مطلوبة عن الطعام، وفي ضباط تضامنوا معانا في السجن دلوقتي، لما الصورة دي توصل لهم بيحزنوا على الساعة اللي فكروا ينزلوا يتضامنوا فيها مع الشعب في ميدان التحرير. احنا انا مش ضد الاغاني، بس انا ضد ان طول الوقت يكون في اغاني، لازم يكون في قضية، لازم احنا جايين علشان قضية مش جايين نسمع اغاني، ممكن نقعد في البيت نسمع اغاني. مش هنقف مش هنغني. لا مش سامع، انا عايز كنت سمعوه. مش هنقف مش هنغني. الشهيد منك ومني. مش هنقف مش هنغني. الشهيد منك ومني. اللي هيهتف مش هيموت.